يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. ووصلت إلى مطار العريش طائرة سعودية تحمل مساعدات إنسانية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة، قادمة من مطار الملك خالد الدولية في العاصمة السعودية الرياض. هذا ويواصل معبر رفح البرية فتح أبوابه لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية دول الأجنبية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدينة العريش محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، بعد تحية انقل لنا الأجواء لديك. نعم ميرنا، بعد التحية، لازالت الجهود المصرية مستمرة في تقديم كل المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، وربما تتجدد الخدمات التي تقدم خاصة للجرحى والمصابين، ليس فقط في استقبالهم ولكن أيضا الخدمات التي يتم تقديمها لهم ولمرافقيهم. وهذا ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع أمس في محافظة شمال سيناء بين الجهات المشاركة في الخطة والآلية التي يتم من خلالها تنفيذ هذه المساعدات وتقديمها للأشقاء الفلسطينيين. التأكيد على وجود مكان للاستشفاء للمصابين الذين يتم انتهاء فترة علاجهم بالمستشفيات، وجود مكان مخصص لهم في أحد النوادي في مدينة العريش. نتحدث عن 140 سرير بهذا المكان، منهم 100 سرير بالفعل بهم بعض الحالات للاستشفاء بعد انتهاء العلاج بهم. وتم الحديث أيضا على أن المستشفيات المصرية استقبلت أكثر من 1000 مصاب وجريح أتوا من خلال معبر رفح البري. هذا بالإضافة إلى وضع خطة أخرى أيضا لسكن مرافقي الجرحى والمصابين والعالقين. نتحدث عن وجود أكثر من 72 وحدة سكنية وتوفير الإقامة الكاملة لهم وكل المستلزمات والرعاية المعيشية لهم لتقديم الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى عيادتين طبيتين، إحداهما في هذا النادي الذي يوجد به مكان الاستشفاء، والعيادة الأخرى قريبة من الوحدات السكنية لتقديم كل الرعاية الصحية لهم. هذا بالتوازي بالطبع مع تقديم كل المساعدات الإنسانية التي تقدم من خلال معبر رفح. نتحدث عن أن اليوم من داخل البوابة المصرية لمعبر رفح دخل 130 شاحنة، نتحدث عن 80 شاحنة من اتجهوا إلى منفذ كرم أبو سالم، ثم 50 شاحنة اتجهوا إلى منفذ العوجة، بالإضافة إلى بالطبع استقبال كل الجرحى والمصابين ومزدوج الجنسية بوجود بعض ممثلي السفارات ورعاية هؤلاء الوافدين لاستقبالهم واستلامهم عبر خروجهم من معبر رفح من الجانب المصري. ثم أيضا على الجانب الآخر مطار العريش الذي لازال يستقبل كل الطائرات المحملة بعدد من المواد الإغاثية. صباح هذا اليوم استقبل مطار العريش الطائرة 38 القادمة من المملكة العربية السعودية على متنها 23 طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية التي يتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لحمل هذه الأطنان وأيضا إرسالها لقطاع غزة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى أن أيضا المطار على استعداد لاستقبال زيارة الوزيرة الهولندية سيجريت كاغ. هذه الزيارة التي ستكون خلال هذا الأسبوع، وهي زيارة هامة تأتي بالتزامن مع بدء عملها في 8 يناير كمنسقة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة. وربما هذه الزيارة تأتي بعد زيارة وفدين لمجلس الشيوخ الأمريكي الذي كان منذ يومين واطلع على حجم المساعدات الموجودة في مدينة العريش وإعداد تقرير سيعودون به لما رأوه من حجم المساعدات وأيضا الصعوبات التي تحول دون وصول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حتى يتم وجود آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوصول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والدعوة إلى إطلاق وقف إطلاق النار وأيضا حماية المدنيين في قطاع غزة. فنحن نتحدث عن مجهودات كبيرة مستمرة في مدينة العريش ومعبر رفح لتقديم المساعدات الإنسانية وتقديم كل الخدمات المختلفة للجرحى والمصابين، تنفيذا بالطبع للتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين. نعم بالتأكيد حسنا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك على هذا العرض المفصل.